حقيقة هروب حارس مقبرة نوال السعداوي بعد سماع أصوات مفزعة من داخل قبرها. بالرغم من مرور أيام على وفاة الكاتبة والناشطة المصرية نوال السعداوي، إلا أن أخبارها لا تزال تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. فمن خلال فيديو متداول، قال أحد المواطنين يدعي أنه حارس مقبرة الكاتبة نوال السعداوي مضيفا: شميت ريحة غريبة وسمعت أصوات تفزع القلوب. كانت تلك هي الكلمات التي وصف بها حارس المقابر في المنطقة المدفون بها الكاتبة والروائية الراحلة نوال السعداوي. فمن خلال مقطع فيديو متداول بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات مزعومة تم نسبها لحارس مقبرة الكاتبة الراحلة نوال السعداوي. وبحسب الفيديو المزعوم، فقد ادعى حارس المقبرة أنه في الليلة الأولى لدفن الكاتبة والمفكر الراحلة سمع أصوات غريبة ومفزعة في نفس الوقت تخرج من القبر. وأضاف حارس المقابر في تلك التصريحات المزعومة أنه لم يسمع أصوات غريبة فحسب، بل قال: أنا مش بس سمعت الأصوات الغريبة دي، أنا كمان شميت روايح غريبة خارجة من القبر، وده اللي خلاني ما قدرتش أقف مكاني. وتابع حارس مقبرة نوال السعداوي: أنا أول ما لاحظت الحاجات دي جريت برا المقابر، ما قدرتش أستحمل. وبالرغم من أن تلك الرواية تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، إلا أنه لا يوجد أي دليل عليها أو على حتى شخصية الحارس الذي ادعى أنه حارس على المقابر في تلك المنطقة. وبالبحث تبين أن تلك التصريحات ليس لها أساس من الصحة، وأنها من نشرها سعى لإثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل لجمع متابعي لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. يذكر أن الكاتبة الراحلة نوال السعداوي توفيت في يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 90 عاما. ولا طالما أثارت الكاتبة الراحلة نوال السعداوي حالة من الجدل بآرائها في عدد من القضايا الشائكة، من بينها المثلية الجنسية وختان الذكور.